المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قال إنه في الوقت اللي بنستعد فيه للعام الدراسي الجديد الوزارة حريصة على توفير التابلت، وأعتقد اتكلمنا طبعا كتير على موضوع التابلت قبل كده وأهميته، حريصة إنها توفره على أعلى مستوى من المواصفات والجودة لطلاب المرحلة الثانوية ومعلميهم والإداريين بالمدارس، ووفقا للإجراءات الجادة لاستلامهم وتوزيعهم، وإنه تم وصول شحنة التابلت واستلامها من قبل وزارة التربية والتعليم. التابلت استخدامه في المرحلة الثانوية هيتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا، فهو التابلت ده بالنسبة له هو مش ديفايس، مش أداة مثلا إنه أدخل بيها أتفرج على فيديوز وأفلام، هي الفكرة مش كده، هي فكرة إن أنا في كونكشن مباشر أقدر أي حاجة ريليتد أو ليها علاقة بالتكنولوجيا الحديثة، ما يبقاش عندي ضغوط نفسية، أبقى بشتغل وأنا يعني مستريح وحاسس إنه عندي أكسسابيليتي أو قدرة على الدخول على مواقع كتيرة جدا، أبقى عارف إن الامتحان هيبقى عن طريق بنك الأسئلة المركزي ودي نقطة مهمة جدا، أبقى عارف إنه الوضع الأسئلة والتصحيح مش هيبقى فيه أي تدخل لعنصر بشري، دي نقطة بقى إن عشرات السنوات بنشتكي منها، التصحيح بيبقى إزاي وبناء على إيه، طب أقدم تظلم؟ لا، الفكرة إنه كل حاجة هتبقى مميكنة، بيتم تنفيذ الامتحانات الكترونيا ويتم التقييم بناء على قد ايه انا فاهم الموضوعات، مش قد ايه انا دشيت في الكتابه في الامتحان وبقول الكلمه اللي احنا بنقولها بالبلدي، مش الفكره بعد كده ولا المعيار هيبقى انا دخلت دشيت قد ايه او كتبت قد ايه، لا الفكره انا كتبت ازاي، الكواليتي الجوده بتاعه اللي انا بكتبه، قد ايه انا فاهم المنهج، مش قد ايه انا حافظ المنهج، دي الحقيقه كلها نقاط مهمة جدا. تعالوا نشوف مع بعض فيديو يمكن في برضو الريس وهو بيتكلم على أو يعني وفي توضيح أكتر على فكرة التابلت. دكتور طارق اتكلم على التابلت وقال إن دي تكلفته المالية كبيرة وده صحيح، احنا فوق 1000 جنيه مش كده؟ كتير. ما أنا بس عشان زمايلنا أو الشعب المصري يسمع ده، أنا هو متصمم للعملية التعليمية اللي احنا بنعملها مش كده يا دكتور؟ بالظبط. نجيبه بمستوى معين وبقدرة تحمل معانا، بس أنا بقول عشان ده رقم كبير قوي مصر دفعته لأجل خاطر أبنائها ولسه هتكمل في المراحل اللي بعد كده. في ناس كتيره جدا اول ما التربيه والتعليم اول ما الوزاره بدات تتكلم على فكره التابلت وهيتوزع ازاي، ناس كتيره قوي كانت بتتكلم على الاستلام، طب الطالب هيستلم، طب هيمضي، طب ده هيبقى بمثابه عهده عند الطالب، طب لو حصل له حاجه، طب التصليح او الريبيرنج، دي كلها حاجات مهمه جدا الحقيقه، كمان القوات المسلحه كان ليها جزء كبير مهم جدا في فكره دعم الطلبه بالتابلت. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده لانه فيه كمان توضيح اكتر للناس، لانه الناس بس عايزه تفهم اليات استلام التابلت وازاي بعد كده هنبدا نستخدمه مع الطلبه، وفكره زي ما بقول لحضراتكم الطالب هيبقى علاقته ايه بالتابلت، كل حاجه هيرجع لها للتابلت، هل هيبقى ده زي عهده عنده ولا لا، تعالوا نشوف مع بعض لانه مهم جدا الفتره دي نفهم فيها اليات عمل التابلت. صدر التكليف لهيئة التسليح قوات مسلحة بالتعاقد على أجهزة التابلت لتطوير منظومة التعليم الثانوي لصالح وزارة التربية والتعليم. تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة النظم والعلامات لوضع المواصفات الفنية المطلوبة. تم النشر على الشركات العالمية العاملة في إنتاج التابلت. ورد لنا أكثر من 64 عرض، تم تقييم العروض الفنية المقدمة وتم استدعاء الشركات المقبولة فنيا للمفاوضة والممارسة السعرية. كان في محددات بنشتغل عليها أثناء مرحلة التفاوض، إن احنا عايزين نورد أجهزة التابلت بأفضل أسعار وأفضل مواصفة وأفضل كواليتي وأفضل مخطط زمني متاح. فازت شركة سامسونج بتوريد 708 ألف جهاز من خلال مراكز الخدمة لسامسونج المنتشرة في أنحاء الجمهورية، هيتم الصيانة
وهيتم الضمان الفني للجهاز 3 سنوات. لما نقول ان العقد اتوقع تاريخ 29/7 والتوريد ابتدى تقريبا الاسبوع اللي فات، يعني في خلال شهر ونص معانا دلوقتي ما يقرب من 100,000 جهاز، فنقدر نقول ان التعاقد تم في وقت قياسي بالمقارنه بالتعاقدات المماثله. ان شاء الله باقي الكميه هتوصل تباعا تنتهي في خلال شهر اكتوبر ان شاء الله.